ينضم إلينا أمين عمان يوسف الشواربي. أستاذ الشواربي حياك الله في قناة المملكة. يعني أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا أستاذ الشواربي، الأماكن التي سيتم البدء فيها العمل خصوصا تدريجيا في خضم هذه الظروف؟ مساء الخير أخت ساندي، ومساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون المملكة. حياك الله. نعم، اليوم تمت الموافقة من دولة الرئيس على البدء بمشاريع أعمال بنية تحتية الباص السريع. إحنا راح نطبق أولا كل متطلبات وشروط الصحة والسلامة العامة بالمشاريع. ثانيا، المراحل اللي راح نبدأ العمل فيها، أولا تقاطع المدينة الرياضية وتقاطع طارق وشارع الشهيد وشارع الشريف ناصر الكندي، وأيضا تعبيد شارع الملك راني العبد الله أو شارع الجامعة الأردنية. نعم. طيب، هل سيكون العمل بكامل الطاقة العاملة أم ربما الحد الأدنى، خصوصا نتحدث عن تصاريح أستاذ الشواربي؟ لا نتحدث عن الطاقة الكاملة، لكن نتحدث عن مدد عمل أطول، لأنه بدنا نحافظ على عدد مناسب من العمال في هذه المشاريع حتى نضمن صحتهم وسلامتهم. بالتأكيد ما راح يكون الشركات والمقاولين ما راح يكونوا بكامل طاقتهم، حتى نحافظ على التباعد الاجتماعي، حتى نحافظ أنه ما يكون في اتصال بقدر كبير ما بين العاملين في هذه المشاريع. ماذا عن التشاركية مع الأشغال؟ بالتأكيد الأشغال المعنية في كثير من المشاريع، وبعتقد راح تحصل على نفس الموافقة وتمشي بنفس النهج وعلى هذا الخطى. الحكومة في بعض المواقع أكيد تدعم أنها المشاريع الوطنية الكبرى وخاصة بالمواقع الحرجة أن تنفذ في أسرع وقت. مررنا بظروف استثنائية أستاذ الشوارب، وإن شاء الله الأردن يمر من هذه الأزمة بكل خير وسلام، لكن كان هناك موعد تسليم لهذا المشروع بعد توقف العمل به، بالتالي هل سوف يتأثر موعد تسليم المشروع؟ بالتأكيد هذه الظروف استثنائية تمر على الأردن كما العالم كله، وحسب البرنامج اللي اليوم تم تقديمه من قبل المقاولين واحنا نطلب ان نكون بالحد الادنى، اكيد راح يتم اعاده هيكله هذه المواعيد كامله، لكن مبكر الحديث الان عن هذه المدد في هذه المرحله تحديدا. نعم، يوسف الشواربي امين عمان، شكرا جزيلا لك.